مرحبا، معكم نستار لبنيس كيتشن. اليوم ان شاء الله رح اعمل راس العبد. قبل ما بلش ما تنسوا اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير سبسكرايب، فعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل شيء جديد. تيجي دعمكم كتير. يلا ما بدي اطول عليكم، خلونا نبلش. من الحلويات البسيطة وكتير بتعني الكبير والصغير اللي بتحمل ذكريات من الطفولة الجميلة، ما عدا مسماه العنصري نحن بنستنكر. وبعد كل ما انزل زيارة على لبنان بروح وبشتري راس العبد. رح احتاج 4 بياض بيض بحرارة الغرفة، كوب وربع سكر ابيض، ربع كوب مي، غطا او 2 من الفانيلا، ربع معلقة من الملح، 500 جرام شوكولا، معلقتين طعام زيت نبات، وبسكت سادة. جبت نوعين، اي نوع موجود ممكن تستخدم. الخطوة الاولى على حمام مائي، حطيت طنجرة كبيرة وفيها ربع مي، خلي المي تغلي. مهم انه الجاط اللي بحطه على الطنجرة ما تلامس المي اللي عم تغلي. حطيت بياض البيض والسكر والمي والفانيلا، ورح حركن تدوب حبوب السكر ويتجانس الخليط عندي. وهلا بحط الملح. بعد ما تأكدت انه السكر دايب اخدوا معي تقريبا 4 دقايق. رح انقل الخليط على المكنة ورح بلش بالخليط. المكنة اللي عندي اخدت 20 دقيقة. إذا عندكم العجينة الكبيرة ممكن تاخد 15، واليدوية كمان ممكن تاخد 25 دقيقة. لازم نخفقه تيصير قوامه هيك جامد ومتماسك، يعني لو قلبتوه ما رح يحرق. حضرت البسكت ورح بلش حط الكريمة مثل ما بدي. أنا ما رح كتر كرمال الأولاد، رح حطهم بالبراد عبال ما أعمل تشوكلت جناش. اخترت هيدا التشوكلت 50% فيه حليب. انتو شو متوفر عندكم فيكن تستخدم على حمام مي، او اذا عندكم مايكروويف بتحطوه 20 ثانية وبتطلعوه بتحركوه وبترجعوا بتكرروا هالعملية تايدو. بالحمام المائي ضروري الجاط او الطنجرة ما تلامس المي. اغلوا المي وبعدها حطوا الحرارة على الخفيف. حطيت على التشوكلت زيت، هيك بيعطي لمعة كتير حلو. وهلا بدي نزل راس العبد ورح خليهم على الشبك وبحطهم بالبراد تتنشف التشوك. ما تخافوا الكريمة ثابتة وما رح توقع، لأنه السر فيها طريقتها بالستبس اللي عملناها والريسبي الصحيحة وكله على الأصول. كل المعلومات أو المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. سر تميزي لمسة إيدي. وانتو شو سركون؟ خبروني بالكومنتس تحت.